اليوم الحمد لله احنا في مناسبة افتتاح موسم القنص 2020-2021 كنت من جميع القناسة المغاربة اه ان شاء الله اولا السلامة والتوفيق بالنسبة للقنص داخل عندنا القنص على ثلاث مراحل عندنا القنص السياحي اللي هو قنص ترفيهي كيمشيو ليه القناصة بريفي مهيئين إيه لهم اللي السالوقي اللي مهيئين إيه ليهم البورتور مهيئين ليهم كل شيء المهم قنص تبارك الله ما نهضروش على الصيد السياحي بامتياز أه وكاين القنص الثاني في جمعيه مؤجره يا حق القنص أه قنص لا باس به كيبقى الاجتهادات ديال كل جمعيه قنص الا اجتهدت ودارت لاميناجمون مزيان وخدموا مزيان وداروا الماء وداروا الحجال والحراسه والى اخره أمور الامور عندهم تبارك الله مزيانة من لاباس إلى إلى أكثر مزيان وكاين القنص اللي هو قنص داخل الثلاثي المحميات 3 3 اللي هذه كتحد ثلاث سنين وهادي كتسد ثلاث سنين على حساب لي بانو اللي كاينين كاين التشوير ديال المياه والغابات كاين الحرف الأ اللون ديالها أخضر فيها قنص مؤقت اللي هي مسموح الصيد ديالها هاد العام إن شاء الله هو الأخر عندها وكاين البلايك الثاني صفرين حتى مكتوب فيهم مؤقت حرف بي من غد تسد ان شاء الله العام الجاي دابا حنا في هذا العام الاخر ديال البلاكه الخضراء من تسد البانو الخضر كيتحل البانو الصفر ان شاء الله بالنسبه لهذا القنس اللي هو القنس نمره ثلاثه اللي هو قنس خارج الجمعيات وخارج الصيد السياحي القناسه جميع القناسه ضروا شويه العوامل اللي كاينه وهو عوامل ديال الفلاحه ناقصه ما عندوش الحجر فين يتخبى وكل شيء زائد العوامل ديال الحيوانات الضاره وزائد البراكوناج المخالفات بالليل وبالنهار رغم الاطور ديال المياه والغابات قرطشاس واحد راه جميع المجهود ديالو ولكن ما يمكنش باش هاد القرطشاس يمشي لهاد المدينه ويرجع هنا ويرجع لهاد الغابه ويجي لهاد الغابه الكمال لله هنا كيلعب كي الدور ديال الحارس الجامعي في المغرب حن ضروري يد وحده ما تصفقش خاص الجيدين خاص الحراس ديال المتطوعين ديال الجامعه الملكيه يديروا يدهم في يد الاطور ديال المياه والغابات الحمد لله القنص غيزيد قدام ان شاء الله بالنسبه للقناس ما كيلقاش كي مشاكل ديال هاد الحمد لله دائماً عندنا التباعد حنت هازن السناح في يمكن ما يمكنش يكونوا قراب بعضياتنا حنا ديما دايرين التباعد لا في الاحاشات ديال الحلوف لا في الاحاشات ديال الحلوف ولا في ولا في الصيد ديال الحجل كيكون كي التباعد مع هاد الظروف اللي كنعيشو ديال كوفيد دي 19 آه القرار تعطل ما جاش بكري ومن جا القرار جاو الطوابع والطوابع موجودين كانوا موجودين ولكن ما يتباعو تيخرج القرار القرار هو اللي تعطل بقات يومين ثلاث ايام مع جا القرار القناص سمحن شويه في في الطوابع في شراء الطوابع وكاين اللي توفق يصيد وكاين اللي باقي ما صيدش في الافتتاح البيرمي بيرمي دي شاس لي خرج لي بيرمي ديالو راه خداه واللي ما خرجش لي بيرمي ديالو العملات راه دار واحد المجهود جبار داروا ليه واحد تمديد، راه حتى ما يخ... ليه هو قانوني داروا ليه واحد التمديد باش ياخذ البيرمي ديالو يستافد من افتتاح موسم القنص مشكور لهم. وكاين ظروف بالنسبه للقناص كاين القناص اللي السن ديالو كبير وكل شيء سحبوا ليه الرخصه ديالو كاين ظروف ثاني ديال الراميد اللي القناس هو هو القناص كيقول واش الراميد ولا القنس هادو من الحالات اللي كيعيشهم القناص والقناص كيبقى كي عنده دائما واحد الحب راه قناص راه هوايه ما يمكنش تحيدها ليه لان هوايه كتكون في الدم ديالو بحالها بحال مالي الخيل كنقولوا حنا تبريده